الاجتماع كان عنده أهمية قصوى، لأنه أولا وضعنا في الصورة ديال الوضعية ديال الماء بالنسبة لهذا الحوض المائي، واللي الحمد لله بالنسبة لنسبة الملء السدود وصلت إلى 58%، وقع واحد التحسن كبير. من جهة أخرى كذلك تبينا البرنامج اللي توضعه بالنسبة لسنة 2023 اللي فيه العديد من البرامج المهمة مرتبطة بحماية من الفيضانات، مرتبطة بالأثقاب الاستكشافية، مرتبطة بإنجاز السدود الصغرى والتلية، مرتبطة كذلك بفتح البناء السد ديال العياشة اللي غينطلق، وتكميل السد كذلك ديال السد اللي هو كاين في هذا الإطار. وفي هذا المجال اللي بغيت نأكد عليه وهو أنه درنا كذلك المصادقة على المخطط التوجيهي من هنا 2050، واللي غيتخدا فيه العديد من التدابير المهمة، واللي هي تضمن أولا الحفاظ على الفرشة المائية، ثانيا كذلك العمل على تقوية تهبئة المياه، لا المياه السطحية بكيفية تقليدية أو بكيفية غير تقليدية، وكذلك العمل على الاقتصاد في الماء، والعمل كذلك على تطوير وكذلك تثمين الإمكانيات المائية في هذه المنطقة وفي هذا الحوض الذي يحظى بالعديد من المقومات ومن القدرات في مجال الفلاحي وفي مجال القطب الصناعي الغذائي اللي انطلق هذه السنة، وفي مجالات أخرى التي ينبغي تثمينها في المستقبل.